to die. Der Wille wurde frei. Sag von der Jungs, wie hat der Mann heiler ist der Wasser und Pigment. Aber da war auch der Mann die Besser, der Mann die Pigment. Der Pigment hat das Mann, der Uvean Melanocytes. Im Jahr nicht, der ist wirklich der Uvean, die an Uvean auf sich. Ich kann sagen, es ist der Uvean Melanocytes. Wir kämen näher da hinten. Kämen näher. Der Leid. Kämen nur der Leid. عندنا حاجة اسمها iris، عندنا حاجة اسمها سيري بازي، عندنا حاجة اسمها كرويد، ده الايريس اهو، تركيز بقى الايريس اهو، ده الايريس بتاعنا؟ ده الايريس بتاعنا؟ كويس، كل حاجة في اتنينات، بسرعة جدا كده في اتنينات. أنا عندي تو بوردرز، أدي بوردر أهو، ماسك في إيه البوردر ده؟ سيري بازي، اسمه ده سيري بوردر، وعندي بوردر ده اسمه إيه؟ بيبيلري بوردر، ده اسمه ده فري بوردر، مش ماسك في حاجة. طبعا أنا عندي فري بوردر بيبيلري وعندي سيري بودي اتاتش بوردر. عندي واحد اتاتش وواحد إيه؟ صح يبقى عندي كل حاجه في اتنين، يبقى عندي اول حاجه فري بوردر وعندي حاجه اسمها ايه؟ اتاتش بوردر او بوردري انتيريور، صح؟ وعندي تو سيرفيسز، اسمه ايه السيرفيس ده؟ انتيريور سيرفيس ده اسمه ايه؟ انتيريور سيرفيس، صح كده؟ اللي يهمني جدا جدا مين هو؟ انتيريور سيرفيس، هركز فيه اكتر من هو ده. الانتيريور سيرفيس انت خدت هو ده كده بالظبط. على بعد ملي ونص تحديدا فروم ذا بوردري زون ده الحته دي كده في حته اليفيتد الحته دي اسمنت الانتيريور سيرفيس اللي جزئين بوست نارد المرايه بس كده؟ في حته جايه مرفوعه سنه صغيره هو اسمها عندنا ايه؟ مهم الحته دي قوي اسمها ذا ايريس كولارات حته زيجزاج كده مرفوعه بس كده؟ اسمها ذا ايريس ايه؟ كولارات دي اسمنت الانتيريور سيرفيس ده الى جزئين جزء اهو الحته دي كده اسمها ذا بيبيلري زون تحت البيبل جزء حته هنا اسمها ذا ايه؟ سيلري زون يبقى كده عندي تو بوردرز two surfaces and two zones in the anterior surface صح كده؟ ليه دي مهمة؟ إن الحتة دي في الاستروما تحت اسمها two muscles جنب فراجوب رجلك كده في عضلة دائرية كده مش على سطح الاستروما في عضلة دائرية هنا كده بتعمل إيه؟ سفنكتر اسمها إيه دي عندنا؟ كونستريكتور بيلي بعده بنراجع في عضلة ماشية ريدي يعني عاملة كده اسمها إيه دي؟ بلاجيتور بيلي الأسمى فين؟ عند كلوريتس خلاص التكة التانية انت الرايت ده تحتيه حاجة المفروض انك مش عايز تغيرها. وبعدين على بعد اعتبرها الخط ده كده بس. بس كده وبعدين على بعد واحد ونص مللي عندي جواه حاجة اسمها ده بيبيلري زون وعندي حاجة اسمها ده سيلري زون. كلام سهل؟ غير كده بقى عندي ديبريشنز اند اليفيشنز. يعني ايه؟ عندي الأطراف هنا في حفر هنا كده. حفر موجودة أول حتة صغيرة هنا كده حفر في ايس كويس؟ وعندي جبال هنا حاجة زي جبال كده وعندي كاروز يعني حاجة زي اليفيشنز اند ديبريشنز. اسمها ده تاروس كيف تفرق معايا في ايه؟ سبحان الله سبحان الله الانتيريور سيرفيس ده عمل شكل الايرس مش كده؟ من لدن ادم عليه السلام بس كده لغايه يوم القيامه مفيش واحد زي التاني انت لما تتولد عندك حاجه اسمها فوت برنت عارفين ولا لا؟ بياخدوا بصمه الطفل بتاعت رجليه اسمها ده فوت برنت كويس كده؟ وعندك حاجه اسمها ده ايه؟ فينجر برنت وعندك حاجه اسمها ده ايه؟ فويس برنت وعندك حاجه اسمها ده ايه؟ ايرس برنت هيبقى اخرك صوته مش ربنا استفزاز بس والله استفزاز استفزاز صح كده واضحه مش واضحه؟ واضحه؟ حد شاف انكريدبلز؟ حد شاف انكريدبلز؟ لو قلت حاجه قبيحه فيلم كرتون ايوه ايوه كان ادجر دي عندها بنك صح كده؟ عندها حاجه كده معمل كده كانت بتفتح معمل بايه؟ بحاجتين كانت بتعمل كده ادجر ادي فويس برين بنجيب عينيها كده اهو كده تقطع ده الايس برين بره من سويسرا كده بس كده الفويس برنت والايس برنت دي حاجه خاصه جدا ايه لكل بني ادم فهمت حاجه ولا لا؟ اغلى من فينجر برنت والكلام ده اسمها ذا ايريس باترن او ذا ايريس ايه؟ برنت واضح معايا كده؟ اللي هو الشكل الايريس بتفرق بقى عندك كريبت هنا عندك كريبت هنا عندك كريبت هنا عندك فرو هنا بتفرق من واحد تاني بتفرق تمام سالي معايا كده؟ كويس كده؟ كويس بقى تاني يبقى انتيريور سيرفيس بتاعنا الانتيريور سيرفيس اهم حاجه فيه كلمه ايه؟ كولارات دي بعد دي عندي كريبتس اند فاروز مش فارقه معايا اللي ليش الامبريشنز الاسماء مش فارقه معايا خالص بس كده تدي شكل في الاخر اسمها ذا ايريس باترن او ذا ايريس برنت. نيجي لظهر الايريس بقى، ظهر الايريس كل حاجه فيه قلنا ايه؟ اتنينات. ظهر ده فيه تو لايرز اوف بيجمنت. في عندنا تو لايرز اوف بيجمنت ورا بعض كده. ده اللي بيدي اصلا في الاخر لون الايريس دي مع ستروك. كده على بعض تاني الايريس كل حاجه فيه ايه؟ اتنين يعني واحد هنا اتاتش بوردر سيري بوردر اند فري بوردر فري بوردر صح؟ الانتيريور سيرفيس اند بوستيريور سيرفيس. الانتيريور سيرفيس في حاجه اسمها في النص قسمت الانتيريور سيرفيس الى جزئين جزء بيلري زون وجزء سيلري زون. سيلري سيرفيس برضه حاجتين تو لايرز اوف بيجمنتد ابيثيليوم.
صح كده؟ لون الايرس بتاعك بيتحدد بحاجتين، البيجمنت ابيثيليوم ده اللي في الظهر اند ذا بيجمنت الاستروما مع بعض. طيب معايا كده؟ الدنيا سهله. كلنا بنتولد عينينا ايه في الاول؟ فاتحه كلنا. يعني كده الماضي شويه فاتحه شويه والناس كانت فرحانه ساعتها. الجين منين ما تعرفش بس خد بالك انا دلوقتي. اللون بتاعك بيتحسم عند سنه. افريج سنه، سنه بلس سنه الا كده. يعني بعد سنه ده اللون بتاعك غالبا. خلاص كده اللي انتم شايفينه كلكم ده. خلاص كده كلام سهل كده؟ الدنيا سهله وصعبه. خش على السؤال بقى، خش على الايريس تروما. الايريس تروما عامل ازاي؟ خلاص في اربع حاجات مهمه قوي. واحد انت استنتج في ايه؟ واحد اسمه ذا يوفيال بيجمنت صح؟ مش اسمها مانسايتس، فعندنا بيجمنت. رقم اثنين فاسلز، ثلاثه مسلز، اربعه نيرفز. عيده من ثاني هيفرق معايا جدا ما كانش على المرض نفسه. يبقى عندي ذا ايريس تروما في اربع حاجات مهمه. واحد بيجمنت اسمه ذا باسلر بيجمنتد كوت صح؟ مليان ايه؟ فاسلز. ثلاثه مسلز، اخر حاجه عندنا ايه؟ نيرفز. صح كده؟ المسلز نوعين، واحده بتيب سبلايد باي باراسمبتاتيك وسمبتاتيك باراسمبتاتيك، واحده بتوسع سبلايد باي ايه؟ سمبتاتيك. سهل عايز تروما؟ كتاب الاسم كاتب حاجه مش مقبوله. خلاص كده؟ يا جماعه تحت ان بي صغيره كده خلاص في الاعلانات بتاعك مش مقبوله. يعني هتنفي امراض شفناها خلاص. كان عندك ان بي قال لك ان الانتيريور سيرفس ذا ايرس ده قدام الايرس هنا كده في حاجه اسمها فيها كوني انتيريور صح كده؟ كويس. هو كان اسمه كده بايه؟ كان الكلام ده ايام بالظبط حاجه 55 56 حاجه كده يعني. اللي بقوله ده ايام الاربعينات الخمسينات. واتلغى تماما ايام السبعينات. اتلغى تماما كل الكتب خلاص. كتاب اسمه كده بقى للاسف. انا كده عندك ان بي ان ذا باست هتقول لك انت حقيقي عايز. يعني ان بي ان ذا باست كذا كذا كذا. عشان هو عايز يسمعها بمكتوبه. الكلام ده مش هيقبله منك اللي بيسمعه منك. انا بقول لك اسال. خلاص كده؟ كتاب الاسم مش منظم حاجه زي كده. واضحه؟ نبدا ايه بقى؟ قال لك ان في مدرجوني عامل كده اهو وبيكمل على ظهر الايرس من اهو والحته اللي فيها كريبس ما فيش اندوثيليوم. يعني قال لك اندوثيليوم مكمل والكريبس ما فيهاش. فقال لك دي حاجه اسمها ذا انتيريور اندوثيليال لاير. الكلام ده لو حصل ده مرض. فهمت حاجه؟ يعني الكلام ده لو حصل فعلا ده مرض مثبت خلاص ده عنده مرض. بس كده ده مش صح الكلام ده. فكده عندك ان بي صغيره كده ان ذا باست كان بيقال عندنا حاجه اسمها ذا انتيريور اندوثيليال لاير عباره عن كونتينيويشن اوف ذا كوينين انثيليوم بس كده اكسبت ان ذا كريبس التحدي. فاكرين الكريبت شفناها امتى؟ فاكرين شفنا ايرلوتومي؟ كان في حته خرم كده صح؟ هو ده الكريبت حته ديبرشن في الايرس. ديبرشن مش اكتر من كده. There is no endothelium in the iris. كتاب وضوح جدا صح؟ There is no endothelium in the iris. كتاب الاسم كتب كده غلط والغلطه مش مقبوله. وانا مسؤول. ورب نفسك لو عايز. ده مرض لو حصل كده. كام ساعه كده؟ وقت عشان بس قولها في الامتحان زي ما قلت ان بي عشان يبقى ايه؟ لو عايز يسمعها يبقى مكتوبه ان بي عندنا ان باست. واصله كده يا جماعه؟ دي سهله وصعبه. كده خلاص يا جماعه سهله كده اناتومي ذا ايرس رد عليا. في مشكله؟ كويس. تاني كده في ايه تروما؟ تروما في ايه؟ باسلز نيرفز ماسلز اند بيج. اللي بعديها سيلري بادي هنتكلم عن بلاد سبايك في الاخر ان شاء الله يعني. خلاص النيرفز هتطلع حاجه اسمها اللونج سيلري نيرفز والشورت سيلري نيرفز بمنتهى البساطه. اللونج دي بتاعت السمباثيك الشورت بتاعت الموتور اسم اللونج قصدي بتاعت السنسوري والشورت بتاعت الموتور مش اكتر من كده يعني اللونج سير نيرف بتاعت السنسوري نيرف سبلاي الاحساس يعني والشورت نيرف بتاعت الموتور سبلاي سواء سمباثيك او باراسمباثيك مش ام اس كيو بس لونج سنسوري شورت موتور تمام كده مش اكتر من كده كلام صح تفاصيل اكتر سيلري بادي عريانة اسمه ده انتي بوردر لاير يعني استروما في الشارع بس كوندنس صغيرة مفيش عليها اي بتنين خالص ولا ابتيليوم ولا ابتيليوم ولازم يبقى كده الايرس لازم يبقى كده بس كده يبقى كلام سهل كده يعني اخش على السيليا بادي بقى السيليا بادي اسهل بكتير انا هجمع بلاد سبيك على بعضها مش ده باسكال كود هتكلم على بلاد سبيك بصفه عامه يعني السيليا بادي عامل ازاي بقى ادي كونيا وادي السيليا بادي عامل صح والمقطع بتاعها يبان ترانجل ان سكشن اسمها كده ترانجل ان كات سكشن او كروس سكشن لكن هي دائريه بس لكن الكات سكشن بتاعها يبان ايه ترانجل فانا عندي حاجه اسمها بيز وعندي حاجه اسمها ايه ايبكس صح البيز خارج منه حاجه اسمها ايه ايرس والايبس ده خارج منه حاجتين ماسكين فيه مين هما؟ بيكمل كورويد وماسك فيه حاجه كمان راتنا وقلنا الراتنا مسوك على شكل حاجه اسمها اورا سيراتا من هنا طالع مني حاجتين كورويد اند راتنا انا طالع مني حاجه واحده اسمها ايه؟ ايرس وسمينا الحته دي روت اوف ايرس صح؟ جدر الايرس مش انا كده؟ كلام جميل سيري بادي نفسه جزئين في جزء كده مليان بروسيسز حوالي 70 واحده بس كده اسمها ده سيلوري بروسيسز الدلع بتاعه بارز بليكاتا او بلايكاتا لو خدتوا بكتيريولوجي في حاجه اسمها فلاجيلا فيمبريا اند بلايكا صح يعني حاجه زي بروس حاجه اللي بتطلع من البكتيريا نفسها بلايكا يعني بروسيس او بقى حاجه بارزه يعني فاسمه بارز بارز يعني ايه بارز بليكاتا اللي فيه بروسيسز صح كده وعندي جزء فلات اهو
اسم بارس ايه؟ بلانا. انا عندي جزء بارس بليكاتا وجزء بارس ايه بلانا. مين اهم بكتير اسم رابعه؟ بارس بليكاتا. انسى خالص بالنسبه لك بارس بلانا ده. بارس بلانا ده كده تعرف حاجه واحده بس. لو هنخش العين من قدام جراحيا، المدخل العين من قدام جراحيا from the limbus. قلنا قبل كده the surgical entrance of the eye from the anterior segment ايه هو؟ limbus. the surgical entrance of the eye from the posterior segment يعني عايز اعمل عمليه ورا في العين، هخش منين؟ pars plana. بس كده يبقى هنا بخش قدام limbus، هنا بخش منين؟ pars plana. اكتر من كده انساه. هي كاسه رابعه pars plana، اعرف حاجه عنها واحده بس، ايه هي؟ surgical entrance the posterior segment full stop. لكن يهمني جدا بس رابع كوظيفه وبارس بلاكاتا ده. دي وظيفتين اهم من بعض، ايه هما؟ هنعرف دلوقتي الاستروما ده زي الايرس بالظبط، الاستروما فيها ايه؟ يلا هي واحد بيجمنت، اثنين ماسلز، ثلاثه فيسلز، اربعه نيرفز، زي مين بالظبط؟ زي الايرس. المسل بتاعت السيليا دي بودي اسمها ايه؟ سيليري مسل، كام جزء؟ ثلاثه، في اثنين مهمين جدا منهم. واحده هنا كانت اسمها لونجيتودنال في كام سكشن، ماسكه حاجه اسمها ايه؟ هتفجر؟ سبير. قلنا اهميتها ايه الحكايه دي؟ علاجة الجلوكوما. صح كده؟ احنا هنحضرها النهارده ان شاء الله. تاني حاجه عايزين عضله دائريه بقى في السكشن بتاعها، هي ماشيه دائريه كده اسمها ذا سيركلر فايبرز. وظيفتها ايه دي؟ اكوموديشن. في منهم عضله في النص اسمها ذا اوبليك فايبرز، مش مهمه قوي. يبقى عندي لونجيتودنال وعندي سيركلر، دول ليهم وظيفه اساسيه. هات كده السيركلر لو سمحت، بص عامله ازاي؟ العضله عامله كده عشان ده ام سي كيو، عكس ما انت متخيل. ركزوا في الكلام اقوله ازاي عشان عكس ما انت متخيل. دي عضله عامله كده صح؟ اسمها ذا سيركلر فايبرز. مين في النص هنا؟ لانس. لانس مسوكه بحاجه اسمها ايه؟ زونيول. ما تقولش زونيولز، هي زونيول او زونيولر فايبرز زي ما اتفقنا. هو ممبرين واحد اسمه زونيول فيه فايبرز كتير مش زونيولز. بس كده طيب ادي عضله اهي وادي لانس اهي وبينهم حاجه اسمها زونيول، متفقين؟ ركز معايا بقى. كونتراكشن اوف ذا مسل هيحصل في القطر ده؟ يصغر. اللي بيحصل كونتراكشن دي هتصغر شويه، يحصل ايه في الزونيول؟ يرخي. صح؟ فهو عباره عن استك، فمن استك يرخي يحصل ايه في اللانس؟ كده مور كيرفد. ايه ده؟ بص الام اس كيو اصل بيلعبوا تحت الكيو، ازاي بيلعبوا تحت الام اس كيو؟ يقول لك ريلاكسيشن اوف ذا زنيول يعمل اكوموديشن. لو تسمع ريلاكسيشن واكوموديشن تحس الموضوع مش ماشي. انت قصدي؟ لا طبعا 100% صح، هي كونتراكشن اوف ذا مسل هتؤدي ريلاكسيشن اوف ذا زنيول او ريلاكسي اوف ذا زنيول يؤدي لاكوموديشن. صح؟ واضحه مش واضحه؟ علاقه مباشره مع العضله عكسيه مع زنيول. فركز في الام اس كيو لو سمحت. السؤال جه ازاي؟ صح كده؟ كونتراكشن اوف ذا مسل يس بيعمل اكوموديشن. عن طريق ريلاكسيشن اوف ذا زنيول. انت ركز بتكلم في الام اس كيو بيتكلم على المصل ولا زنيول؟ مش بعرفش عليك. انت قصدك كده؟ زي لما يحصل انا عارف كده. الرسمه دي جايب لك رسمه ايه في واي؟ رسمه واضحه ايه؟ رسمه ايه على الجنب شايفينها؟ ان كونتراكشن اوف ذا مصل فالاستك رخي. صح كده؟ ده استك العضله اهي في استك هنا. طب كونتراكشن صح كده؟ العضله رخي. طيب ريلاكسيشن اوف ذا زنيول العضله تشنجز اللينس تشنجز عادي. واصله؟ العلاقه مباشره مع مين؟ مع العضله، عكسيه مع مين؟ مع زنيول. واضحه؟ عشان امسكوا يا جماعه بس واضحه الكلام ده؟ دينا سهله دلوقتي. يبقى عندنا وظيفه تسليري بادي، اول حاجه عندنا عن طريق المسلز اللي هنا دي ثرو ذا زنيول بتعمل حاجه اسمها ايه؟ اكوموديشن. ادي اول وظيفه تسليري بادي. الوظيفه الثانيه خدناها بالتفصيل بقى، بتطلع ايه؟ ايجوسيوم. صح؟ يبقى عندنا تو فانكشن ذا سيلري بادي اللي هي ايه يعني؟ ايجوس برودكشن. تاني حاجه ده قلناها قبل كده فروم ذا كتيني مع بروسيري بروسيس. تاني حاجه قلنا ايه؟ الاكوموديشن. ايه وظيفه الايرس؟ عايز حاجتين برضه مهمين، واحد هو بيغطي اللانس مش كده؟ طب او انا بيتحكم في ايه؟ في الضوء اللي داخل ده الدافران بتاعنا. حاجة تانية اي عدسه في الدنيا، اي عدسه في الدنيا بس كده تحط فيزياء على اطرافها بيحصل حاجه اسمها دفانه بصريه صح؟ حاجه اسمها ابريشنز صح كده؟ فربنا سبحانه وتعالى قدر يكون في ايرس عشان يبقى الابريشنز دي. يبقى اللايت ده فين بس؟ في النص. هو بيتحكم في الضوء داخل قد ايه؟ تاني حاجه يمنع حاجه اسمها ده سفيريكال او كروماتيك ابريشنز زي عدسه الدنيا يمنعها يعني توصل لها. يبقى كام سهله كده معاه؟ دي وظيفه اللي ده فوكس دي مش مهمه قوي. يبقى كام سهله كده معاه؟ كده سهله كده. خدنا وظيفه الايرس، خدنا وظيفه السيلري بادي، خدنا الاكل بتاع الايرس، الاكل السيلري بادي. الفرق الثاني بين السيلري بادي والايرس ان الايرس ظهره كان فيه بيجمنت ابيثيليا مش كده؟ كان التو لايرز ايه؟ هنا كانت تو لايرز بيجمنتد، الاثنين بيجمنتد صح؟ سيلي بودي مش كده. سيلي بودي الابثيليال مغطيه واحد بيجمنتد وواحد مش بيجمنتد. انت قصدك كده؟ يعني عادي هنا الابثيليال بتاعنا هو تو لايرز اه بس واحد بيجمنتد واحد ايه؟ نون بيجمنتد. ايرس مش كده. ايرس ده تو لايرز اللي ورا الاثنين ايه؟ بيجمنتد. كل ده امسك هات يعني. يبقى كام سنه كده؟ يبقى عندنا تو لايرز اوف بيجمنت هنا 1 لاير بيجمنتد 1 لاير نون بيجمنتد.
جسر بعد كده يبقى عندي ابثيليوم وعندي ستروم. وصفت الابثيليوم تو لايرز وصفت الابثيليوم تو لايرز. ستروم اربع حاجات، ستروم اربع حاجات. دي مساله صعبه يا جماعه، مساله كده. السبيرد عباره عن ايه؟ السبيرد عباره عن حته من سبيره داخله جوه العين، بارزه جوه العين. ليه؟ عشان يمسك فيها المشلول. ده هو هي جوه الدوال بس جوه العين، يعني هي عند الليمبس بس جوه العين. الليمبس ده اتس نوت اكسبت ذا انجل جوه، الليمبس بره هو الانجل جوه. هو Aberrations. اسمها كلمة aberration أنا فعلا مصري. aberrant يعني عشوائي. aberrations يعني حاجة غلط. بينكسر، بينكسر غلط. حد فيكم لابس نظارة؟ لابس نظارة بص بطرف النظارة تحس إن هي باظت شوية. طبعا اللي مش لابس نظارة محروم من حاجة زي كده. أصلا عايز يستلم بقى تحت نظارته؟ يعني أي رؤية من جنب أي عدسة بتحس فيها كده خفنة باظت. دي حاجة عادية أي عدسة كده. حاجة تفوت في العدسة. اسمها aberrations of the lens. منها نوع اسمه كرماتي ونوع اسمه سفيريك. كنا مش عارفين طبعا يعني كام سنه كده كده خدنا ايه برضه؟ سيريبات. نخش على الكرويد بقى. كرويد بمنتهى البساطه صريح جدا عباره عن ايه؟ فيسلز اونلي بس كده يعني. حته كده على طرف منها فسس بس يعني طالع حته عامله كده اهو. عامله كده ده انت مش فاهم ازاي؟ يعني هي عامله هي دائريه كده صح؟ دائريه كده. الجزء قدام بتاعها ده طالع منه حاجات كده. وبعدين مكمل فلات كده. حاجه زي مش عارف يعني هجيب لك العين بقى، هجيب لك العين وهنا. كام ساعه كده؟ كام ساعه؟ ركز معايا؟ خد عليا. خش على الكرويد. الكرويد هما كلمتين. قلت لك اتس ذا فاسكلر بيجمنتد كوت اوف ذا اي موفز غير كده فعلا. ولا في بقى مسلز ولا في بقى نيرفز، فاهمين؟ عندك اربع حاجات. لا ده خد الاسمين بالظبط. مليان فيسلز مليان بيجمنت فول ستوب. ولا حتى نيرفز؟ لا في نيرفز بس النيرفز دي عشان ده سلامس كيو. النيرفز اللي في الكرويد فازو موتور. يعني ايه فازو موتور؟ شايف ايه فيسلز؟ فانا عايز افتحها اقفلها. لكن there is no sensory nerve endings in the كرويد. يعني there is no pain sensation. يعني عنده كورودايتس مفيش وجع painless. لكن عنده ايرايتس او سايكلايتس. يعني ايه ايرايتس؟ ايرس. يعني ايه سايكلايتس؟ سيري بودي. وجع مش طبيعي زي الكورنيا. صح؟ مليان اعصاب، سنسوري اعصاب، بين يعني. لكن الكرويد از انستنس تو سنس كيو. الكرويد از انستنس تو بين. في نيرفز؟ يس، بس نوعها ايه؟ فازو موتور نيرفز. يعني بتاع الاحساس؟ لا مفيش احساس هنا خالص. هو مش حركه بس بس. اتس ذا تيبيكال فاسكلر بيجمنتد كوت. ده الكرويد. كتر مليان بس قوي كده ليها طبقات بقى. الكرويد عباره عن 3 لايرز كده. انا عندي اول طبقه كلها حاجات صغيره كده بس اسمها كوريو كابيلاريس. او ذا كابيلاريس اوف ذا كرويد. هنا عندي حاجه اسمها ذا ميديم سايز فيسلز. لكن عندي حاجه اسمها ذا لارج فيسلز. ده الكرويد بتاعنا عباره عن 3 لايرز اوف فيسلز. واحد كابيلاريز وواحد عباره عن ميديم سايز وواحد لارج. بس كده مش اكتر من كده. ليها اسماء هالر ساتلر مش فارق معايا خالص اسماء دي خالص. اللي يهمني جدا تعرف حاجه واحده بس. ان الكرويد ده وظيفته ايه بقى؟ هنعرف بعد كده ان الريتنا شخصيا كام لاير؟ 10. عندي لايرز ريتنا 10 وفي حته في ريتنا ديبريست اسمها ايه؟ فوبيا سنترالس عامله كده. دي الرتنه بتاعتنا صح كده؟ عباره عن 10 لايرز وفوبيا فيها ديبرشن. فوبيا لوحدها فيها 3 لايرز بس. انا عندي هنا 10 لايرز، هنا عندي 3 لايرز بس. خلاص كده؟ هنقسم الرتنه جزئين. جزء اسمه ذا اوتر 5 لايرز وجزء اسمه ذا انر 5 لايرز. انا باصص جوه العين هنا كده، ده جوه العين. ده اسمه ذا انر بالنسبه لي كدكتور باصص من جوه انر، ده اسمه اوتر بالنسبه لي في الشارع. طيب هنا السكينه هنا. صح كده؟ بص كلمه ركزوا معايا اسمعوا. دي اسمها ده ايه؟ ها؟ دي اسمها ده ايه؟ برافو عليك. بس كده دي اسمها ايه الحته دي؟ اوفيا. برافو عليك. ركزي معايا. ده اسمه ايه ده؟ كرويد تحتينا. ده كرويد وده دي سكيرة. طيب لاحظوا كده فين الفوهات؟ دي فيها او؟ مفيهاش او صح كده؟ طيب ايه دي؟ او ايه دي؟ اوفيا. ايه دي؟ تنسى في دماغك بقى ان وظيفه الكرويد ده اهميته كده بيغذي الرئه. انهي لايرز؟ اوتر لايرز. اوت اكتر. طب الفوفيا نفسها اللي هي اهم حته في الشبكيه سبلاي بقى ده ايه؟ مش بالريتن الارتري. بس احنا كنا اتكلمنا الاول بالريتن بالتفصيل. بس عندي ده انر لايرز دي الريتن الارتري بس كده. لكن ده فوفيا نفسها. فوفيا نفسها از افاسكلر. فاكر الكلام اللي قلنا كده؟ اتس افاسكلر بتاخد سبلاي ديفيوجن فروم ذا ايه؟ كرويد. يبقى خطوره الكرويد في البلاد سبلاي بتاع مين؟ الريتن. تحديدا الفوبيا على اوتر 5 لايرز. حطوا الوهاب مع بعض. الكورويد كو لازم فو اند اوتر. لازم كبسه كده لكن الانر ليز ده احنا قلنا بالتفصيل طبعا تفصيل يعني. يبقى اهميه الكورويد ايه؟
غذا الريتنا. بس كده يبقى لو حصل حاجه في الكرويد مين هيجيب معايا؟ الريتنا. صح؟ تاخد حته تفصيل اكتر سنه صغيره كده على البلاد سبلاي اوف ذا اي او بتاع الكوبيه ده. بس كده ركز مع سمحت بقى. دلوقتي انا عندي العين نفسها انا عليها ترسم اسمها كده هناخدها في اخر سنه تاني بس عايز اقول حته صغيره انا عايز اقول دلوقتي حاجه وخلاص. ركزوا معايا. مش هوصح عناكبي عشان تقول لي بيجي سؤال تحليلي. مش هوصح عناكبي عشان كده. عين شمس طبعا المعقده طبعا. عين شمس المعقده مش حاسس مثلا اناتومي خالص. انت عشان تفهم بس ما تخش على الفرج بقى. لكن سالك اناتومي ليه؟ ده المعقده انتوا الحمد لله مش معقدين. خلاص انا فاضي. عين شمس معقدين قوي. معقدين قوي. خش عليا. ده منظر محل معقد ده. ده معقد ده. ركزوا معايا. بصوا بقى. دي العين صح؟ دي العين مش كده؟ كويس. ده الاوربت اهو. في حاجه اسمها هنا كافيرنس ساينس. سمعت عنه؟ في بس المهم جوه كده اسمه ايه؟ بس المهم مش مهم. اسمه كاروتيد شخصيه، برافو عليك صح، كاروتيد فعلا. كاروتيد ده هو خارج كده بيدي اول برانش منه بيطلع كافيرنس ساينس ايه؟ اوفتالمي. بتاع مين ده؟ بتاع الرمد. اوفتالمي كاروتيد داخل فين؟ الاورب. هيدي برانشز كده بقى. دي ريتنال ارتري، سيجري ارتري، كذا حاجه كذا حاجه، احنا خدناها في فكره عنها في الليد. برافو عليك. من ديت بس ماشي كده ماشي 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 هيدي برانش ريتنال. اسمه ده ايه؟ سنترال ريتنال ارتش. وهيجي برانش على الجنب هنا كده وبرانش على الجنب هنا كده. اسمهم ذا تو لونج بوستيريور سيلري وراء سيلري الحين الكرويد يعني. نفس اللحظه هيدي 12 برانش هنا كده. صغير جدا كتير قوي قوي قوي. اسمهم ذا شورت بوستيريور سيلرز. يبقى عندي حاجه اسمها سيلري ارتش. اثنين منهم ايه؟ لونج 12 20 منهم ايه؟ شورت. الشورت اسمهم شورت صح؟ ليه شورت؟ هيغذوا ذا بوستيريور كرويد يعني اخرهم هنا كده. يقعد يغذوا الكرويد كرويد ويقفوا مش هما شورت اللنج من هو مش دعوه خالص بورا بس كده مالوش دعوه مين هيغذي ورا؟ شورت اللنج يخش هنا بين السكيرا والكرويد يفضل ماشي 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 لغايه هنا اخد تاني فين؟ وقتين بس يفضل ماشي 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 لغايه فين؟ لغايه هنا وصل لمين يعني؟ مين دي؟ سيلري بادي مستني حد يجي له بقى هو اسمه ذا لنج بوستيريور سيلري تفتكر مستني مين؟ الانتيريور سيلري ايه بقى الانتيريور سيلري دول؟ العضله نفس الفانك بارت بيدي حاجه اسمها ذا ماسلر ارتيز الحين فين الماسلر ارتيز خد وقتك الحين فين الماسلر ارتيز الماسل عندي كم ماسل سبير ريكتس انفير ريكتس لاتر ريكتس ميدل ريكتس كل عضله هتاخد اثنين ما عدا اللاتر ريكتس تاخد واحد بس يبقى كده عندي سبير ريكتس فيها كام واحده اثنين ماسل هنا كام واحده اثنين ماسل هنا كام واحده في ماسل عندك كام واحده واحده يبقى كده عندي كام ماسلر ارتري ركز كده اثنين 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 دول ستة ان شاء الله واحدة ممتازين يبقى عندي كام انتير سيلري؟ سبعة كام بوستير سيلري؟ اثنين لونج صح كده؟ هم ماسكر ارتريز دي هي المصل اهي مصل مصل المصل عامل كده صح؟ ماشي جنبيها باسل ماشي جنبيها باسل تيجي عند الانسرشن بتاعها الباسل مكمل هو كان بيغذيها صح هو مكمل زي بالظبط عندي حاجة اسمها فيمينال ارتري هو هنا بس اسمه ايه؟ كوبليتير هو غير مكانه بس نفس الكلام من عندي هنا ماسكر ارتري خلص انسرشن مكمل هنا اسميه في اللحظه دي بقى انتيريور سيلري يبقى هم الانتيريور سيلرز دول كونتينيويشن اوف ذا ماسكر ارتريز متفقين؟ الماسل تخلص هنا ادي ماسل خلصت هنا ماسل خلصت هنا يبقى في حاجه ماشيه هنا اسمها ايه؟ انتيريور سيلري حاجه ماشيه هنا ايه؟ انتيريور سيلري كام واحد؟ سبعه وعندي كام لونج بوستيريور سيلري؟ اثنين هكبر الحته دي بقى بص منظر عامل ازاي؟ ادي الكورنيا اهي السكيرا واضحه صح كده؟ انا جاي من بره هنا حاجه اسمها انتيريور سيلري وجاي من جوه هنا حاجه اسمها بوستيريور سيلري صح كده؟ روح ده خانم العين ده اللي هو مين؟ هيخرم العين على بعض 4 ملي فروم ذا ليمبس هيخرمها يخش يقابل مين؟ بوستيريور سيلري يعملوا اركيد ضخمه جدا ات ذا بيز اوف ذا سيلري بادي مش ده اللي في اصل في اصل الكود اوف ذا اي؟ الاركيد اللي هي قطعتها مع قطعتها عامله زي دايره هي اركيد هي ده مش عينيه عامله كده؟ هي بتجمع هنا سبعه واثنين بيعملوا دايره كبيره جدا من الفيسلز اسمها ذا ميجر ارتيريور سيركل واضحه كده؟ ركز معايا سمحت بقى فهتدي برانشز ايه؟ تغذي سنيري بادي تغذي سنيري بادي وتغذي حته من الكرويد قدام مين ده؟ ايرس فبدي له برانشز برضه ركز في الرسمه بقى بس جاي الرسمه ماشيه كده ماشيه كده 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 صح؟ البسل دي ماشيه ريديا في الايرس ولا سيركمفرنشال؟ يعني ايه الكلمه دي؟ الايرس اهو البسل جاي له فين؟ فين الاركيد ده؟ في الرسمه دي الاركيد عامل كده اهو دايره ده دايره بره الايرس صح؟ فاهمين الناس عامله ازاي؟ انا عندي اكيد عامل كده دايره والايرس عامل هنا كده دايره هنا فيدي برانشز كده صح؟ يبقى المسل داخله في الايرس ريديالي ولا سيركمفرنشالي؟ ريديالي اتفق معايا؟ اتفق معايا جدا. عيدها تاني انا عندي حته هون بس ضخمه جدا اركيد ضخمه جدا على حز سيري بادي حتى بيز سيري بادي هتتبعت للايرس
تبعت الليوديو كرويد صح تبعت الايرس حاجات ايه راديال يبقى ذا فاسز اوف ذا ايرس راديال اورينتد ورا سيركلر راديال صح فضلت ماشيه مكمله غاز الايرس تمام لغايه الكلوريت فين الكلوريت هبتدي بقى اجمع حاجه اسمها فينس سيستم احنا نرجع بقى فجاه في الكون هنا اركيد تاني صغير اللي هو هيرجع منه بقى كل حاجه اسمه لو ده ميجر ارتير سيركل بص اللفظ اسمه ايه ذا ماينر فاسكولار سيركل ليه اسمها هنا فاسكولار ابتدي يحصل فينس بقى ترجع تاني ويرجع الفينس رجع 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 لغايه ما حاجه اسمها فالن الفينس في الاخر ترى كده يبقى انا عندي ذا بلاد سبلاي احنا كده عندك كلمه تحت الايرس فعندك الايرس كده بلاد سبلاي الايرس كده اسمها مشروع عندهم ذا بلاد سبلاي في الايرس شوف هنا بلاد سبلاي في الايرس بلاد سبلاي في الايرس هي صفحه كام 93 في نص الصفحه كده في القطس بتاعي بلاد سبلاي في الايرس ما فاضي دلوقتي كلمه اسمها ايه ذا سيركلس صح كده او ذا ميجر ارتيريال سيركل صح نتيجة التحام اي دي ها سبعة انتيريور سيلري صح كده واثنين لونج بوسير سيلري ده اللي يغذي كل حاجة بقى سيلري بادي والايرس والكرويد قدام على بعضها كده صح كده فانت كون حاجة تحت الكلورات اسمها ايه؟ ذا ماينر سيركل ارجع لف تاني الرسمة التحتية دي هتلونوها انتوا في الرسمة التحتية دي ده الايرس على فكرة ده الايرس بس انا شلت الايرس تروما كله سبت البسلس بس فهمتوا حاجة؟ ده مكان الايرس اهو ده الايرس اهو ودي مين دي؟ كيوبل مين الدائرة الصغيرة دي؟ ده مكان الكلورات. فأنا فضيت الأيرس من ستروما بقيت فاسلز بس دلوقتي. الأركيد الضخمة دي اسمها إيه؟ ذا ميجر أرتيريال سيركل نتيجة التحام إيه؟ 7-2 صح كده عملت أرض كبيرة قوي. هخش بقى الريديال فاسلز هو الأيرس نفسه ده هو الأيرس الكلام ده. يلا فاسلز 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 لغاية فين؟ كلورات. عملت حاجة اسمها ذا ماينر فاسلر سيركل وارجع تاني. فهمت قصدي كده؟ عندي تو أركيدز هم. واحد ضخم جدا مليان أرتريز وواحد صغير ابتدى يحصل فيه فيز. زي ما كده بقطع البيت سبلاي عشان اثبت لك قد ايه بتصير مهم انت لو هنا بقى بتبدا ايه يعني هنا احمر 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 كده بتبتدي ازرق هنا بترجع تاني انت عشان تبقى كده متخيل عامل المنظر ازاي دي اهميه الكلورات واصله مش واصله يا جماعه واصله عشان تعرف ده الفاستر كوت بتاع عامل ازاي كرويد مليان دم ايس مليان دم سيل بودي مليان دم ده الفاستر كوت اوف ذا اي دي سهله صعبه سهله الفينز بقى بتاع كرويد اخر ما اقولها عشان اخش على المرض نفسه الفينز اوف ذا كرويد بقى ادي كرويد اهو ده خلاص قلناها قلت حاجه اسمها تيرسيليا فينز وخلاص على كده الكرويد هو ده الكرويد بقى ده عباره عن كوري كابيلاريس ايه كوري كابيلاريس دي؟ اللي هي كابيلاريس اوف ذا كرويد وعندي لير تحتيها ولير تحتيها مش كده؟ 3 لايرز هيتجمعوا ازاي؟ هيتجمعوا على شكل كوادرس دلوقتي يعني العين اهي دي العين صح كده؟ تخيل العين دي عاملها اربع تربع ابر نيزل كوادرنت لور نيزل كوادرنت ابر تمبر لور تمبر اربع تربع يعني كل ربع من جوه العين دلوقتي دلوقتي الباصص جوه العين دلوقتي كل ربع ده ربع لوحده اللي هي دي ربع لوحدها وده ربع تاني كل ربع هيجمع الباس بتاعته الباسلز تتجمع 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 عشان نخرج من نقره واحده الحته دي كلها نجمع كده لو سمحت هتجمع هنا جمع هنا جمع هنا عشان نجمع كده واحده دي فينز يعني تطلع من وضعك بس خلاص كده دلوقتي بص جوه عين دلوقتي كده شايف ايه؟ انا شايف بؤره حواليها حاجه تتجمع فيها المنظر ده بالعربي اسمه الدوامه صح انا عندي نقطه في النص هنا كل حاجه دوامه بالانجليزي اسمها ايه؟ فورتكس فانا بقى عندي كده كام فورتكس فين؟ اربعه انا عندي كام كوادرنت؟ اربعه صح كده كل ربع بيجمع ايه؟ فين واحد ضخم يطلع من العين صح فين رسمته؟ اهي صح المنظر ده شايفين ده؟ ده ربعين اهم صح كل ربع اتجمع 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 طلع من بره واحده بس فهو يطلع في الاخر من العين انت قصدي يبقى ده فورتكس فين واحد فورتكس فين الثاني اهو الناحيه الثانيه عندي برضو ايه؟ فورتكس فورتكس كلمه فورتكس يعني دوامه ان كل ربع يجمع في حته ويطلع من بقره واحده يبقى عندي كده كام فين بيدرين ذا اي؟ اربعه الفورتكس دي تروح داخله في ايه في الاخر اوف تايم من فينز لكافيرنا ساينز خلاص كده يبقى الكرويد بيدرين فورتكس فينز فورتكس فينز تروح داخله في ايه اوف تايم من فينز تروح في الاخر ايه كافيرنا ساينز تمام كده اظن انا شرحت شرحت حته المهم شرحت عشان كلها بلاد سبلاي انت خدت بالك يعني اول مره هتلاقي بلاد سبلاي بالدرجه دي انا كام سنه صعب عليكم الصوره واضحه الصوره متخيلينها عامله ازاي يعني ايرس يعني ميجر سيركل ماينر سيركل يعني فورتكس فينز هو ده هيبقى ازرق ولا ده هكمله احمر ازرق احمر بس اللي جوه الدايره الصغيره ازرق احمر يعني فهمتوا قصدي الدنيا واضحه يا جماعه كده؟ الدنيا سهله صعبه خلاص كده احنا خلصنا ايه؟ اناتومي اوف ذا اوفيا تراك المرض بتاعنا هم شقين مرض اساس الشابتر اسمه اريوسايكلايتس حاجه في الاخر مهمه جدا اسمها اند اوف ثالمايز كان اوف ثالمايز هتيجي بيه النهارده دلوقتي ايه؟ اريوسايكلايتس الرقم بتاعنا بتاع الشابتر كله خمسه يلا كله خمسه موضوع الارقام ده بيساعد الدنيا موضوع الارقام والبروف ده بيساعد الدنيا حاجه خلص الاستاذ. خلص. وحياتك كله خمسة كده. أكيوت، ركزوا على اسمعك يا رب. أكيوت ريد سبلايز. ناسين؟ ركز بقى يلا.
acute uveitis او anterior uveitis uveitis بصفه عامه بصفه عامه على جنب كده محدش يكتب محدش يكتب اي حاجه انا بس اقسم التهاب اليوفيا تراك لانواع العين ايه؟ محدش يكتب حاجه لو سمحت ده ستيري بادي ده الايرس ده الكورويد صح كده؟ وفايل تايب الايرس لوحده اسمه ايه؟ ايرايتس طب ستيري بادي اسمها ايه؟ سايكلايتس سايكلايتس طب مع بعض اسمها ايه؟ ايريدو سايكلايتس طب التهاب الكورويد اسمه ايه؟ كورودايتس كده او posterior uveitis ده posterior وسمي ده بالنسبه لنا ايه بقى؟ anterior uveitis طب كله على بعضه اسمه ايه؟ anterior uveitis يعني عندي حاجه كلمه كده انتوا عندكم فاهم صح؟ كتقسيم يعني انا عندي iritis cyclitis صح كده؟ كورودايتس او الاثنين دول اسمهم anterior اللي ورا اسمه ايه؟ posterior طب كله على بعضه تاني ليه بقى عاده الالتهاب بتاعنا acute ايه؟ اريدو سايكلايتس ليه دايما بيحصل التهاب في الايرس على طول مع مين؟ سيري بادي لو ابتدى العكس سيري بادي على طول مع مين؟ ايرس ليه دايما مع بعض؟ ليه دايما مع بعض؟ بيشير برافو عليك بيشير كومن بلاد سبلاي انا بقول اناتومي لازم بعض بس بيشير كومن بلاد سبلاي احنا نفس الحاجه وزع كده فعشان كده التهاب عاده اسمه اكيوت اريدو سايكلايتس او الدلع بتاعه انتيريور يوفيايتس ده اشهر مرض عليكم انتوا طبعا الكلام ده شابتر كبير بس مع بعض بس عليكم اسمه اكيوت اريدو سايكلايتس انتيريور يوفيايتس صح كده؟ acute inflammation of the iris ciliary body. هلتزم بتقسيمة الكتاب سنة بتاعت الاسم بتاعك وليه كذا تقسيمة؟ خلاص عشان بس ايه بقى جنب الكتاب شوية. هزود سنة صغيرة بس هلتزم بالتقسيمة نفسها. في عندي نوعين. نوع اسمه اكساجينس هناخده بالتفصيل اخر خلاص شابتر خالص اسمه اندوفثالمايتس بانوفثالمايتس. نسوه دلوقتي. الكاس اللي ركز اكتر اسمه اندوجينس. ركز عليه دلوقتي حالا. عندنا اكساجينس ده بتاع مين؟ خلاص اندوفثالمايتس بانوفثالمايتس نسوه ده حاجة خاصة جدا. وعندنا حاجة اسمها اندوجينس. حلو كده؟ سؤال بقى. تيجي معايا؟ ايريدو سايكلايتس اي دي ايه الميكروب؟ انجيريوس ايجنت ايوه قولي انا اهدي قوي يلا كده هنا اهي ايوه ايذر انفكتيف او نون انفكتيف متفقين؟ طيب التهاب الايرس او سيلري بودي ده جوه العين ولا بره العين؟ جوه يبقى الاصل في ايه؟ نون انفكتيف كابتن خدناها قبل كده صح؟ قلنا الايرس جوه العين اساسا ايه؟ نون انفكتيف انت مش مذاكر مش مذاكر هو ايه علاج الايوسايكلايتس؟ الاصل فيه ايه؟ نون انفكتيف يعني انت ما كنتش مش فاكر خالص بس الاصل فيه نون انفكتيف يبقى دي انتي بايوتكس يبقى علاجه ايه؟ ستيرويد ودي نادره في المنهج ممكن عندك ايتس علاجها ستيرويد صح؟ هما دي بس في المنهج عندنا هما الاثنين دول جوه العين اوبتي نيورايتس يوفيايتس يبقى الاثنين ايتس عندنا في المنهج ستيرويد هما الاثنين دول اي ايتس في المنهج ايه؟ انتي بايوتكس انفكتيف اصلا صح كده؟ زي داكروسيستايتس زي اي حاجه تانيه واصله كده؟ يبقى عندي اول حاجه ان اكيوت انفلاميشن اوف ذا ايرس ليري بودي نوعين انتاجنس ان اكسجنس ده سيد دلوقتي اجله بنتكلم على مين؟ انتاجنس قواعد الايرس عادي ايذر اور ايه؟ انفكتيف اور نون انفكتيف مين الاهم؟ يبقى ابتدي الكلام في التحليل تبقى اول حاجه ايه؟ نون انفكتيف بس عشان اخلص عشان اخلص هات دي اللي بصفها كده عشان ارميها بقى الانفكتيف ايه انواع الانفكتيف تعرفوها؟ برافو بكتيريا تزين ايه تاني فيروس تزين فانجل بروتوزول كده صح هتلاقي عندك كنت معانا كده خمس احنا ده خمسة كنا خمسه ده طبعا خمسه ايه فانا عندي الباكتيريا خمس انواع ايضا بكتيريا زي سيفلس مثلا تي بي مثلا اكزامبلز بس خلاص ده فيروس زي هيربس مثلا سايتوماجال اي حاجه يعني بروتوزوا زي مثلا ايه بروتوزوا مثلا كده عندك ايه توكسوبلازموزس صح نيماتود عارفين نيماتود راوند رومز انت عايزه يعني هتلاحظ حاجة غريبة جدا إن الوحيد البولد مين؟ صدفة صدفة صح؟ لا this is the most common infective uveitis بس كده يعني لو جالك سؤال كده إيه ال most common infective uveitis توكسوبلازموس توكسوبلازموس دي أنهي فين بتاع جيت توكسي بقى إيه دي؟ عند القطة حد عنده قطة؟ حد عنده قطة؟ نوعها إيه؟ مش راسي؟ بيضة؟ كده بس كده دي مع بعض تاني بقى توكس بلازموزس تاني اتس نايس ما عندك حاجه حيه في البيت اتس نايس ما عندك حاجه حيه في البيت غيرك قطه وعصافير انا كده بجد وسمك اتس او سمك انا جربت كله جربت كله جربت كله ما عندك كلاب بس اه كده بس كده عايز بس انت صغير في السن عشان تقعد تربي تربي نفسك يعني تقعد يعني عندك اطفال في البيت يعني خليه يتعلم التربيه اقعد اضرب بالقطه كده ربيها كده كسر كسر معايا كسر معايا يعني ساكت يا خلاص انفكشن احنا حاجه ايه توكس بلازموز خلاص كده توكس بلازموز خلاص لا ده احنا بنقدر بناكل الناس خلاص كده بعدين حاجه اسمها نون انفكت جاهزين بقى ده الاساس بتاعنا بقى ده خلاص قلناه خلاص خلصناه لحد بقى اسمع ده الاساس كام نوع؟ خمسه ما عندنا خمسه
خمسة. طيب خمس أسباب يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خمس أسباب يوفيايتس عشان عارفين بس يوفيايتس ليها billions of causes. يوفيايتس ده سبب إيه؟ قلنا إيه ده؟ non infective يعني معظمه مناعي صح كده؟ معظمه مناعة يعني إيه؟ يعني عندي كتب في البيت أربع خمس كتب في البيت عن يوفيايتس. خلاص طب مش هقول لك طب عامل إزاي؟ ده بس عامل كده أهو. خلاص كده كمية الأمراض اللي بتعمل يوفيايتس beyond your scope of thinking أصلا. مرض مناعي صح كده؟ أنا دلوقتي ملتزم بحاجات إيه؟ أصل رابعة بس اللي هم هتحتاج أختارها يعني مش هتزود الموضوع أكبر مما تتخيل. بس كده أي حاجة بتعمل يوفيايتس يعني شابتر روماتولوجي كله بيعمل يوفيايتس. حطوا بطن عامل في شابتر اسمه روماتولوجي مش كله مناعي كله بيعمل يوفيايتس بأنواع مختلفة. وصلت اكزامبل مثلا فهمت قصدي كده؟ واضحة؟ النيرفس سيستم يوفيايتس وصلت كده؟ دلوقتي نختار حاجات معينة دلوقتي أوكي؟ طيب عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد والله أمراض سيستميك زي ما قلت لحضرتك اللي هو ضربة العين صح كده؟ يبقى أول حاجة عندنا سيستميك ديزيز ضربة العين معايا يعني من ضمن الساينس بتاعتها يوفيايتس هو مرض أصلا في الجسم وعمل في سكة إيه؟ يوفيايتس. عندنا أوكلر سكندري تو أوكلر ديزيز يعني عندي مرض في العين أوكلر بس مش يوفيا وعمل لي يوفيايتس اسمه سكندري باثولوجي. أنت عندك يوفيايتس سكندري حاجة في العين فهمت قصدي كده؟ رقم ثلاثة درجز أدوية أربعة دي هي دي نوع من السكندري بس خاص شوية يعني ثالث واحدة جماعة ده جنب كده هي نوع من السكندري حاجة في العين بس خاص جدا حطيته لوحده خلاص كده؟ كويس آخر حاجة بقى طب أنت مش ده مش ده مش ده مش ده فأنا هسميك عندي إيديوباثيك يعني إيه إيديوباثيك؟ مش لاقي لك سبب أنا كده عندي في الكتاب up to 25% ليه؟ ما أنت صعب توصل لحاجة فهمت قصدي بتقعد تدور 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 في الآخر بتفشل ساعات غصب عني يعني فأنا عندي إيديوباثيك كام في المية؟ ربع الحالات مش هوصل لحاجة طبعا عندنا في مصر الموضوع على طول على طول ايه؟ عندنا كيفيتس ايديوباتيك مش هروح مش هروح ايديوباتيك خلاص طبعا الكلام ده مش صح عندنا كام سبب دلوقتي ها؟ خمسه نمسك واحد واحد كده بقى اول حاجه امراض في الجسم ضربت العين اكزامبلز يبقى اسمها انتوا عارفين مهم قوي ده زي ما اتفقنا 50 مره قبل كده ده من الايتيولوجي يتحول الى ايه في الامتحان؟ هيستوري قلناها 50 مره قبل كده فلو اقوله دلوقتي ده يقول لك واحد عنده كذا وعينه احمرت ده عنده كذا وعينه احمرت تفكر في ايه في البوظ كده يعني تقوله دلوقتي حالا ده اللي هيتقال لك في الهيستوري بتاع العيان واصله الايتيولوجي دايما يتحول الى هيستوري اول اكزامبل مرض مشهور جدا اسمه انكيلوزنج سبوندلايتس طب كده يبقى شاب صغير عنده مشكله في الفقرات ما عنده حاجه اسمها فلكشن انتوجي بتلزق بعضها اسمه انكيلوزنج انكيلوزس سبوندي اللي هي ساكرويليك ربنا يعافينا جميعا يا رب قول امين بس كده اسمها كده انكيلوزنج سبوندلايتس صح كده واضحه يبقى اول مره عندنا يقول لك امتحان ايه واحد عينيه حمراء عنده لو باك ايك ده مين ده انكيلوزنج ده الهيستوري بتاعه صح كده بعدين اول حاجه انكيلوزنج ازاي يبقى عنده لو باك ايك في الهيستوري وجع في ظهره كده في ظهره بتاعته ايه لك يعني خلاص كويس ده اكزامبل اكزامبل الثاني ساركيدوزس ايه رايكم عارفينه طبعا لك ست كبيره عندها مشاكل في الصدر الريس بتاعها وبالذات البلاك ريس اكتر هتحط ساركيدوزس بس عندها شاس بابلز كتب كده مش كتب كده اللي هو زي تي بي صح كده ساركيدوزس يعني مثلا ساركيدوزس لو واحده ست كبيره عندها مشاكل مثلا ايه في الصدر اكتر مين بقى اهمهم في الامتحان على الاطلاق اللي جاي ده ام سي كيو شفوي مهم جدا مين هو باهست سيندروم خلاص زي اسمه باهست سيندروم الاخوات ده تركي خلاص كده اسمه باهجت الاخوات ده تركي اصلا التركي شان اسمه باهجت بس بقى اسمه باهست دلوقتي مش كان يعني بره التركي مين عايز باشت يقول لك باشت او باهست او باهجت سيندروم المعترف المصري هنا باهست اسمه باهست سيندروم ايه باهست سيندروم ده تريات زي ما كنت يعني ده شاب صغير عادة عنده ايه بقى؟ واحد يوفيايتس صح؟ اثنين عنده اورال اند جينيتال ألسرز يعني عنده قرح بتظهر في البق وقرح في الجينيتاليا وصل كده يبقى عندي اورال اند جينيتال ألسرز بالاضافة لايه كمان؟ ايه؟ يوفيايتس بس كده هو بيعمل حاجة في الرتنة هناخدها ان شاء الله في الرتنة بقى بيضرب الفينز اوف ذا رتنة يعمل في البايتس كمان دلوقتي بيعمل كأننا في العين ثلاث حاجات اهو يبقى عندنا في العين اسم حاجتين في العين يوفيايتس اند فليب بايتس يفقد الفين ده كمان يباكس دلوقتي بس الكلمه تسال في الامتحان كلمه ايه؟ اورال جينيتال ألسرز دي مهمه جدا في الامتحان بس كده بيس ده مهم جدا في الامتحان فيري كومن يعني مرض جامد شويه بعد انا باهست سندروم ده انا جايب لك صور كل حاجه سواء انكلوزنج او البيست او اي حاجه جايب لك صور كده
كام ساعه كده؟ اوكي يا جماعه؟ كويس. الخواجه اللي بعديها اخر واحده خالص، مرض اسمه ايه؟ اسمه فاكت كوياناجي هرادة. حرمتك من حاجه؟ ليك شوق في اي حاجه طيب؟ طب ايه بوم ده؟ واحد الماني كوياناجي شكله ايه؟ ريحه ايه دي؟ جنسيه ايه دي؟ كوياناجي ياباني، ما فيش خالص بقى ياباني، خلاص هرادة ياباني برضه. انا عندي على فكره كل لفظ من دول، اي لفظ الراجل انا عندي انا في ماي لابتوب يعني صورته وقصه حياته. يعني عندي صوره ده جت، عندي صوره ده، عندي واحد واحد، مفيش واحد قال حاجه بق في الرمض ما اديش صورته. اي حاجه تحب تشوف صورته؟ بهجت ده شبه نسخه من هتلر. نسخه صفايع شويه بس، نفس الشبه الصغير ده كده، نفس المنظر، نفس الشعر بالظبط. نسخه من هتلر يعني، نسخه يعني. خلاص ده طبعا واضح انه الماني ياباني ياباني. فاك يعني انا ما عنديش احترام للراجل نفسه. انا بجيب صوره ومعاه قصتها عشان احترام للراجل نفسه. ده عالم. اروح قصه صغيره كده في نص دقيقه. كان عندي من 5 سنين كده طالب وكان 9 دفعة كان شمس اسمه احمد وده سيفر على فكره. ده مره كلمني وكان يعني غريب شويه. مره كلمني كده قلت له بعد اذنك انا بس عايز اقول للطلبه كلمه. بص درس كده خالص كده قلت له اتفضل. راح قايم بدور معاه بص قال ايه؟ بص قال ايه؟ يا جماعه انا بدعوكم كلكم بس كده ان في سفات في اسكندريه مؤتمر في اسكندريه عازمين 6 7 ده راسين ده الاثر فيا يعني 6 7 واخدين نوبل برايز. بس كده بص بقى الكلمه جايه دي فانا بدعوكم نروح هناك مع بعض يعني جماعه تروح هناك تشوف الناس دي. بص كلمه اتس نايس تو سي ذا فيس اوف سكولرز. حاطط حاجه بيقول لك مش فاهم حاجه بس انك تشوف كده عالم قدامك كان بيتولع في الباب ده الولد ده عشان عارفين انا بشرح الدرس مش بدرس كده بديهم سكيمات انا اعرف عليك اذنك ممكن استاذن اي حصه فيها مراجعه وسكيمات بيستاذن فيها تفتكروا ليه؟ كان كل حصه فيها النهارده هتيجوا سكيمات مراجعات الامتحان ام سي كيو مراجعه ايه يستاذن فيها خلاص شرح يقعد سيح ليه بقى؟ يقول لي حاجه انت تدينا سكيمات وبتاع طب فين الامتحان كده؟ انا بخش الامتحان معايا كل سكيما طب فين الامتحان كده؟ خير؟ معلش طب في ناس كده والله العظيم اقسم بالله يعني حاجه معلش انا استمعت كده انا عايز امتحن في الامتحان. الولد ده كان سنه رابعه بيعمل ريسيرش في الجينيتك مايكروتوبيولز بيعمل ريسيرش كده مع مؤسسه كده في الجينيتك مايكروتوبيولز طبعا ده زمان وايد دلوقتي زمان انتحر دلوقتي اصلا يعني الناس معاها يعني في ناس كده هيوصل معايا يعني خلاص ده طبعا مسافر طبعا تفتكر ليه يعني مسافر مسافر يعني كام سنة كده؟ على نفسه حضرتك. بعدين يعني خلاص بعدين حاجة اسمها بس كنت عبيد قوي خلاص اتس نايس تو سي ذا فيس اوف ا سكولر. كلمة كبيرة قوي بصراحة أنا فهمتوها يعني. بارت كوينيك يا عم خلينا في البيت ساعة احنا عايزين درجتين. مش كده والله مش كده. بس انتوا القمة يا جماعة ما تفكروا كده مش كده. أنا عمري ما ذاكرت ورق درس. انا ورق درس عشان نخش بيه كده ايه تجمع جمع حاجات انا كنت بكتب ورق انا كنت اول سنه اروح كده مكتبه عايز مراجع المنهج انا معروف كده بتاع جيمس كده معروف في سنه اولى هات لي مراجع فيسيولوجي جايتون اند جانن هاتهم باتنا سيسن هاريسون هاتهم وانا قاعد ابيض انا فهمت حاجه الدنيا اتغيرت خالص مين اللي عايز الكبسوله فين الكبسوله مش عارف حاول تكتب علم انا عارف ربنا بالعلم ده اونستلي بتقرا جايتون بتسمح في علم الله مش علم جايتون حقيقه خلاص بعدين بارت كان ناجي بس ساعتها كنت صايع مش ملتزم على فكره الايام دي كنت صايع ضايع تافه بزراميت بسم الله بارت كان ناجي هراد يا رب بارت كان ناجي هراد ايه بقى بارت كان هراد ده بص ده عباره عن تريد واحد من هنا طبعا هو عاده بيجي في الايشنز اسيويين اكتر يعني بالذات الدارك بليس شويه عندهم ايه؟ عندهم واحد فيتيليجو يعني ايه فيتيليجو؟ مرض البهاء عارفين البهاء او البهاء عارفين البهاء اللي هو مرض اوتو اميون الجلد بيتحول لابيض فده المرض ده مش معدي لما تشوف حد زي كده سلم عليه وخدونه كل حاجه عادي ده مرض مناعي مش ناس بتنفر كده يعني بيبقى مش عايز يسلم عليه ده مش مرض جلدي هو مرض مناعي اصلا في انتي بوديز بتاكل البيجمنت اوف ذا سكين بس ربنا عارفين طبعا جدا لكن اول حاجه بتليجو هي وايتنج اوف ذا سكين زي ما جسمه بيض رموشه بيضت ايه الساين دي حد فاكرها؟ بوليوزس فانا عندي فيتليجو اند بوليوزس صح كده؟ تاني حاجة عنده بقى الدفنس آخر حاجة عنده يوفيايتس انت قصدك يبقى عنده ترياد برضو عبارة عن يوفيايتس اند دفنس وبياض بقى بتليوجا اند بليوزس تقول لك في امتحان واحد عينيه حمراء ووجع في ظهره ها يوفيايتس هي انكلوزر واحدة ست كبيرة عندها مشكلة في صدرها جامد كحة ديسنيا كده ها ساركيدوزس اورال جينيتال ادسرز بس دي أهم واحدة فيهم
خلاص. تاني حاجه عندنا فيتيليجو او بليوزز الوبيشيا ديفنس مع يوفيايتس. تفكر في ايه؟ ضغط ناجي هرات. انا كاتب عندك في الكتاب بقى في حاجه اسمها اتش ال اي، عارفينها؟ اللي هو هيومن ليوكوسايت انتيجين. كروموزوم كام؟ 6. برافو عليك. شورت ارم لونج ارم، ايه الحلاوه دي؟ برافو عليك صح. شورت ارم وستة. الاتش ده بس حاجه اسمها جينيتك لينكج سايت. اللي كاتب عندك ايه مثلا؟ بس ده مثلا كومن مع اتش ال اي بي 5 مثلا يعني. انكلوزنج ده بي 27. كان مش عايز تعرفه اعرفه، مش درجات بس دي كده ليك انت حاجه مرات زياده شويه يعني. في لينك ده اثباته مناعي، في لينك مع الاتش ال اي سيستم يعني. خلاص كده كلام سهل كده. وبعدين خدنا اربع اكزامبلز لامراض سيستميك تضرب العين، اهمهم مين؟ باحث. اهميتها احنا في الامتحان كهيستوري. خلاص كده اهمهم مين؟ باحث. دي اول شغله. دي الشغله الثانيه بعدها. بصوا الرسمه ايه؟ ادي الرسمه بتاعتنا، ادي الكورنيا وادي السكليرا وادي السيري بودي وادي الايرس. صح؟ انا عايز اعمل ده في مين؟ في ده وده. صح؟ انا عايز حاجه مرض اوكيلر يضرب ده وده. خلاص كده بمنتهى البساطه الجيران. مين الجيران؟ يعني الكورنيا دي مثلا عندها الكورنيا دي فيها فاسس؟ فيها فاسس الكورنيا؟ لا. اما ناخد الكورنيا ان شاء الله عنده كورنيا الالسر او كيراتايتس، مين هيدافع عنها؟ الفاسكولار كوت. فغصب عني اللي عنده كورنيا الالسر بيبعت توكسنز يشجع مين؟ يوفيا دافع. صح؟ عشان كده ما ينفعش اشرح كورنيا انا بشرح الاول يوفيا، ما ينفعش اصلا. يعني بيدافع عنها مين اصلا؟ اليوفيا. فالساينس هي هي. فهمت قصدي كده؟ انا عندها يوفيايتس بتحصل نتيجه كيراتايتس، ادي واحده. رقم اثنين مين دي؟ ستير. ستير لازقه في مين؟ انا واحد عنده سكليرايتس عاده مع ايه؟ سايكلايتس. يبقى ايدر الكورنيا كجرين صح؟ سكليرا كجرين. مين دي؟ لينز. طب واحد عنده سبلكسيشن، ايدر ايرس هو سبلك. يعني ايه سبلكسيشن؟ يعني لينز وقع، عم يحرك يمين شمال فوق تحت. اللي بيحصل عمال يخبط فيها، بيحصل ميكانيكال ايه؟ ايرايتس. يبقى افتكر كده الاوكلر ديزيزز اللي تعمل انفيايتس الجرين. منتهى البساطه. فاكر مين الجرين؟ يلا واحد هاي كيراتايتس مع يوفيايتس، السكليرايتس مع يوفيايتس، اللي عنده اكتوبيا. فاكرين اكتوبيا؟ اللي هي سبلكسيشن اوف درانس مع يوفيايتس. الجرين. خلاص بس الرقم بتاعنا كام؟ خمس. دول جرين كيراتايتس وقلنا سكليرايتس وقلنا اكتوبيا. في اثنين تانيين نتيجه تروما. وذر التروما دي جراحيه او نتيجه تروما فعلا. يعني ايدر دلوقتي ايدر سيرجيكال افتر سيرجري يعني. انت عملت انت شغل جراحه والات وبتاع مع ميكانيكال. صح؟ او خد خبطه فعليه. كاتب عندك مرضين كده مع التروماتيك نفسها صح؟ كاتب كده اسمين، حاجه اسمها سيمباثيتيك اوفثالمايتس، حاجه اسمها فيكن افلاكتيك يوفيايتس. هناخدها بالتفصيل جدا فين ان شاء الله؟ في التروما، بس انا بفكر عنها دلوقتي بس فكره صغيره جدا كده. يعني ايه سيمباثيتيك اوفثالمايتس وفيكن افلاكتيك يوفيايتس؟ دلوقتي ربنا قدر ان اللينز دي متحوطه بكبسول بدري جدا وديفيت اللايف بدري قوي. صح كده؟ فبقى الانش بتاع اللينز ده اللي جوه ده اسمه سيكويستريتد انش، كان ناخد قبل كده. يعني اللينز زي بالظبط السبيرم والاوفا. صح؟ الحاجات دي مش معروفه للجسم، دي اتكونت ات بيوبرتي. فده مش سيلف انتيجن. عشان كده ربنا قدر التست الاوفريز حواليها كبسول عنيف. صح كده؟ عشان كده واحد جاله مامبس وهو كبير خطر. صح؟ لو جاله واحد مامبس وهو كبير بيجيله اوركايتس. ان السبيرم ده مش معروف. صح كده؟ كويس قوي. عندي منظر وادي الكبسول بتاع اللينز عامل كده اهو، وادي انشن اهو. انت كبير في السن الانشن مش معروف. مش سيلف انتيجن، صح كده؟ اتخبط الكبسول بتاعك وانت كبير، ايه اللي حصل دلوقتي؟ الجسم عرض لايه؟ لانس بروتينز، عارفه؟ لا، يهاجم. اسمها فيكو انافلاكت، فيكو يعني لانس، كلمة فيكو يعني لانس. ففيكو انافلاكت بس يعني كده، هاجم انتج، مين انتج بتاعي؟ لانس بروتين. خلاص كده سي بقى تروما ان شاء الله، خدها في تروما ان شاء الله بعد كده. تاني حاجة سيمباثيتيك اوفثالمايتس، هي واحد خد خبطة هنا فتعرض يوفيا البيجمنت ده، هو معروف بس كمية معينة. لو خدت خبطة هنا في اليوفيا البيجمنت راح للدم بكمية كبيرة دي اسمها ستيت اوف تولرنس. جسمي هاجم برضه. بس مين عنده يوفيا البيجمنت ده ولا ده؟ أنا عندها بيجمنت؟ الاثنين. فالخبطة جت هنا. طلعت في الشارع يوفيا البيجمنت، الجسم طلع انتي بوديز اجينست يوفيا البيجمنت، لو موجود في انهي عين؟ في هاجم الاثنين، فقال يعني دي تعاطفت مع دي، سيمبثي يعني تعاطف. يبقى عندي التهاب في العين الثانيه عشان حصل لي التهاب، فهمت قصدي كده؟ هناخدها دي هناخدها بالتفصيل ان شاء الله. طب بس دي كده سي تروما. طب ساعتها اقول لك سي ايه؟ يوفي عشان عارفين النظام بقى خلاص. سنه جايه يا جماعه؟ يبقى الخمسه بتوع الاوكيولر، خمسه الاوكيولر يا جماعه، جرين والخبطات. صح؟ سواء الخبطه دي جراحيه او غير جراحيه. صح كده؟ دول خمسة بتوع الاكبر. دي برضو اكبر. تحطها على جنب ليه بقى؟ مهمة جدا. السؤال بيسأل كده بالظبط في الامتحان، يا ابني واحد عنده بص لفظ، واحد عنده anterior uveitis ويتك على السين كده. قصدي يعني واحد عنده anterior uveitis. تحب تبحث له فندس؟ ادي بالظبط، واحد عنده التهاب قدام في العين، في الايرس اللي بودي. تبحث له فندس؟ سؤال كده، ايه رأيكم انتم؟ الإجابة إيه؟ you must. إيه واي؟ لازم. ليه؟
في ثلاث امراض مستخبيين في الفندس ورا. واحد هناخدها في تفريعاتنا ان شاء الله. واحد ورم، فاكرين ورم اسمه ايه؟ ريتنوبلاستوما. فاكرين الكلام ده؟ ريتنوبلاستوما. اتنين، واحد عنده فورين بادي، يعني خد رصاصه ولا حاجه، الكلام ده مش في مصر الحمد لله، خد خرطوش ولا حاجه برضه في مصر الحمد لله، خلاص يعني اي حاجه جت في ورم فرقتنا ورا. خلاص كده؟ فرقتنا ورا، ده فورين بادي. فرقتنا ورا هيعمل التهاب مش هيعمل التهاب؟ هيعمل التهاب، هيظهر قدام، بس المشكله فين؟ ورا. واحد عنده انفصال شبكي اللي هي ايه؟ ديتاتشمنت. يعني عنده انفصال شبكي او ورم ورا او فورين بادي ورا. الموضوع ده خطورته في ايه؟ جالك عيان عنده التهاب قدام، صح؟ انت عندك التهاب قدام انتبيوتس قوي بس عندك التهاب قزح يا حاج، خد ايه؟ ستيرويدز. يعني خد ستيرويدز من النهارده للسنه الجايه. هيخف؟ ليه مش هيخف؟ في ورم ورا، فورم بودي ورا، ده صح كده؟ فبقى عندك ماسك مستخبي. في عندك حاجه ورم ورا لابس ماسك اسمه يوفيتس. مستخبي لك صح كده؟ فسميناها ماسكاريد سندرومز. السؤال بتاعها شود اي اكزامن فاندس واحد عنده تاب قدام؟ الاجابه ايه؟ يس. بس كده ده سكندري، ما عندوش يوفيتس اصلا وعنده بس نتيجه حاجه. فهمت قصدي كده؟ فهاف تو تريت ذا كوز. فهمت واضح مش واضح يا جماعه؟ اسمها كده ماسكاريد سندروم. احفظ ما اسمها ثلاث حاجات، واحد ورم، اثنين فورين بادي، ثلاثه انفصال شبكي. ناخدها في فرقتنا ان شاء الله. صحيح كده؟ ليه الورم بيعمل يوفيتس؟ يعني ايه اللي يخلي يعني وجود مثلا انفصال شبكي بديهي شويه، وجود مثلا فورين بادي بديهي. ليه الورم يعمل يوفيتس؟ يعني ليه الاورام تعمل؟ انتوا خدتوا تيومر امنولوجي؟ خدتوا سنه ثالثه؟ خدتوا تيومر امنولوجي؟ ليه الاورام تعمل يوفيتس؟ يعني امتى الورم يعمل يوفيتس او يعمل التهاب؟ امتى الورم يعمل التهاب؟ بلاش يوفيتس. ازاي يطلع توكسنز؟ هو ليه الورم بيتكاثر يا جماعه؟ يعني ايه اللي بيدي القدره للورم يقدر يتكاثر فيها براحته في الجسم كده؟ ايوه؟ لا في حاجه اسمها بلوكينج انتي بوديز. مش كنت قبل كده؟ الورم بيفرز انتي بوديز على السيرفيس. اكني سيلف. مش اخدت الكلام ده ولا لا؟ انا تبعك انا بتاعك صح كده؟ اسمها بلوكينج انتي بوديز. بس هيبقى الورم بيكبر كتير، بيكبر جامد جدا، اكتر من بلاد سبلاي. تبتدي مين يموت منه حاجات، مات منه حاجات، مين هيموت؟ الخليه تبتدي تظهر بقى الخليه دي. مفيش ادوات خلاص انيمور. ايه ده جسم غريب، فورم بودي دلوقتي غريب، جسم هاجم. يعني امتى يحصل يوفيتس على الاورام؟ لو حصل نكروزز. فهمت قصدي كده؟ اما ابتدي ورم يموت، اما يكبر او يبتدي يموت، اه جسم هاجم بقى ساعتها. ابتدت تعرف حاجه غريبه عليه. لكن طول ما هو عايش مش هيحصل حاجه خالص. اللي مغطي نفسه انتي بودز معروفه. الكلام ده خدتوه المفروض يعني، صح كده؟ يبقى انا بس بتك عليك عشان تفتكر الكلمه دي، ان الورم اصل تخيل واحد جالك بيوفيتس وعنده ورم ورا. انت عمال تدي سترويدز، ده الطفل عنده سنتين. طفل عنده سنتين وعنده ورم ورا بيتكسر، ورم خبيث، وعنده يوفيتس بسترويد، سترويد، سترويد، الورم عامل ايه؟ الموضوع خطر. ماسك. وصل كده؟ You should examine fundus in any case of anterior uveitis. مش في امراض متخطيه. طبعا في حاجه بس اول غلط ساعات لا. ساعات هم اول عرض ساعات يوفيتس بس، ساعات يحصل كده. يبقى الكلام سهل معاك كده؟ الكلام سهل؟ يبقى الماسكارين ده او الساكري بايز ده نوع من السكندري اوكيلر، بس ليه تطلع على جنب كده عشان خاطر شويه. يعني هو تحت العمده تحت السكندري اوكيلر بس عشان خاطر شويه. اسمه ماسكاريت سندروم. خلاص كده الكلام سهل كده؟ ايه الدراج بتاعنا؟ دراج هناخده ان شاء الله النهارده في الجلوكوما مشهور جدا عشان خدوه اشهر دواء خدوه في فورم بتاع الجلوكوما ايه؟ السنه اللي فاتت. انت ما خدتوش فورم؟ هسأل خلاص؟ سواء دكتور عمرو او احمد عبد الرحمن الاثنين ركزوا معايا بقى فاكرين تانو بروست زلتان خدتوش الكلام ده؟ ده عباره عن ايه اصله ايه؟ بروستا جلاندن. طب وات از ذا ميديتر اوف انفلاميشن؟ بروستا جلاندن. فيديله بروستا جلاندن طب اجيله التهاب اخد منه علم صح كده؟ يبقى اشهر دواء اللي تانو بروست النهارده ان شاء الله. لاتانو بروست اللي هو ايه؟ زلتان. وادويه ثانيه مش مهم بس اهم حاجه عندنا لاتانو بروست ده بتاع الجلوكوما اصله ده بتاع الجلوكوما. مش ده انت اسمك ايه؟ ايديوباث. يوفيتس يلا ديفينيشن يوفيتس يلا يا جماعه ديفينيشن يوفيتس ديفينيشن اكيوت انفلاميشن اوف ذا ايرس اند سيدري بودي هاز بين اكسوجينس ان سيدري ويت نيجي لمين؟ اندوجينس اثنين انفكتيف او نون انفكتيف الرقم بتاعنا خمسه فانا عندي خمسه انفكتيف عندي خمسه نون انفكتيف مين بتيجي في امتحان مين بتيجي الاول بي؟ نون انفكتيف ده الموست كومن صح كده؟ مع بعض لو مشكله في الجسم وعامل لك يوفيتس بيليونز اكزامبل ليها لو واحد انكيلوزنج سبوندلايتس ها لو باك ايك اثنين ساركيدوزس اوكي شيست ترابلز ثلاثه اهم واحده مين هو باسل سندروم اهم سمه ليه اورال جينيتال الزس دي اهم سمه ليه بس كده مع يوفيتس اخر واحد باكت كوياناجي هرادا كله بياض كوليوزس مع فيتيليجو والوبيشيا مع دافنس بس كده عشان تعرف الساينس عامله ازاي بس انا معده عايز اعمل اتش ان اي براحتك مش عايز براحتك بس كده ده كده سيستميك هات بقى الاوكيلر بقى أول حاجة الجيران، مين الجيران؟ كورنيا، لانس، تاني حاجة إيه؟
سكنيرة. تاني حاجة جراحة أو خبطة، خبطة في العين والمستخبيين اللي هي بروسير سيجمنت. يعني عايز تكمل الرسم عشان تفتكر، عايز تكمل الرسم دي عشان عندك في الورق. يعني احنا الرسم ده اهو بنعمل هنا كده حاجات كده، فاهم قصدي؟ عشان تفتكر اه ورم او فورم بودي اون فاسات شيك وكده، عارف الاسم بتاع الوضع عامل ازاي عشان تفتكر بس الرسم بتاعك. لما كام ساعه كده كلام ساعه ما تنساش دي لو سمحت، ده عندها يموت تشجي كام ساعه كده. اوكي اخر حاجه خالص دراجز زي الاتانو بروست. اخر حاجه عندنا مين ساعه كده النهارده ناخد حاجه بقى بسرعه عشان قبل ما نخلص الرام 10 دقايق ساعه مش كده؟ ساعه كام؟ يعني فضل دي ربع ساعة في ساعة صح؟ ناخد باثولوجي ريفيرتس دلوقتي واحفظها كويس. فاكرين سكيمة الكونجنتايفو؟ نفس الكلام. الحتة اللي هشرحها دلوقتي دي ما حدش بص في الكتاب خالص عشان تلاقيها في كتاب. الحتة اللي هشرحها دي هي مقدمة كل السيمبتومز اند ساينز اند كومبليكيشنز اوف ريفيرتس. هنكتبها باثولوجي ماشية ازاي؟ هدور على الكرة واسمعني بس لو سمحت. بس كده في الآخر عايز يصورها يصورها زي ما عايزين. اوكي بس ركزوا معايا يا جماعة. يلا باثولوجي ريفيرتس بقى اللي هي ايه اللي بيحصل بالظبط في العين ده عشان نفهم يا عم سكيمة الكونجنتايفو كده. عشان نفهم برضه ايش ازاي. راجع مع صاحبي ظهرك ورا ظهرك ورا وعايز صورك عايز تصورها. اوكي يا جماعه كده بس ظهرك عشان ركز ركز معايا. يوفيايتس يلا اي التهاب في الدنيا كم فينومينا؟ عندنا خمسه كاردينال فيتشرز واثنين فينومينا. مين هم؟ اي التهاب في الدنيا صح باسكيلر عندنا باسكيلر عندنا كمان اكسيرت برافو عليك صح كده. طب الاكسيرت ده ايه قواعد الاكسبريشن؟ الحين انا بشرح انفلاميشن دلوقتي بشرح انفلاميشن ايه قواعد الانفلاميشن؟ اكسوديشن بيطلع اول حاجه وده ليها ثلاث قواعد قواعد عامه. رقم واحد اول حاجه خالص بيطلع بلازما صح؟ اكسيرت بلازما هي القديمه بعد كده يطلع سيلز عشان نسمعها كده. رقم اثنين يبقى اول حاجه الالتهاب نوعه فيبرنس يعني ممكن يتكسر. طب ركنته فايبرس مش كنت جرب كده ما دي خطوها. رقم ثلاثة هو يملى الستروما اوف ذا نسيج يعني يملى المعصومة نفسه طفح جامد قوي يطلع السطح يملى الكابس بعد كده في الشارع. ده قواعد اي اكسوديت مش كده؟ يعني اول حاجة عمل الستروما جامد قوي طلع في الشارع. ده دي قواعد عامة ده واضح الكلمتين دول صح؟ طيب الباسكت فينومينا يعني ايه؟ يعني عبريميا. العبريميا دي هتعمل شك في العين ايه؟ شكوى اسمها ايه؟ شكوى صح كده. يبقى الباسكت فنانا ده هيعمل ايه؟ كشكوى ريدس هي تحمر برافو عليك. انا بشرح السيمبتوم سايز جت منين؟ عشان تفتكرها كويس. وبعدين عشان اسمها ريدس اللي هي هي بقى انا هترجمها كدكتور دلوقتي في الكلام ده؟ اظن النهارده خدناها بوضوح اللي هي سميناها سيريال انجكشن اللي التهاب كله 4 مللي جنب الكورنيا فاكرين؟ النهارده خدنا الداتا بتاعها هي بقول لك يعني الدكتور عنده سيريال كونجستشن يبقى عنده سيلياري انجكشن ليه؟ ما خدنا النهارده بنصححهم ان السيركلس ارتريوزز ميجر فين؟ ده سيلياري بوت ده اللي محمر دلوقتي صح كده؟ انا عندي رقم دي اسمها ايه عندنا بترجمها؟ سيركم كورنيال مش لازم اسمعه؟ سيلياري انجكشن صح كده؟ يعني ايه سيلياري؟ يعني داير ما يدور الكورنيا اشمعنى؟ انفزز هناك صح كده؟ كام ساعه كده خدنا اول سيمتوم وخدنا اول ساين فاهم قصدي؟ خش على اتش دي بقى يلا اريدو سايكلايتس ما حدش كتب اي حاجه هصوره في الاخر عايز خلاص اي سايكلايتس انا عندي كام ستروما بتضرب دلوقتي ايريدو سايكلايتس كام ستروما ضرب دي ايريدو سايكلايتس دي ستروما ان شاء الله الستروما دي هبتدي بيها اهو انا عندي ايريدو عندي ايريس وعندي سايكلايتس سيلير بودي. طيب الستروما اوف ذا ايريس بودي جوه الميكا اناتومي هل فاكر؟ ليجمنت ماشي ها فاسلز ها نيرفز ماست متفقين؟ طب عندي التهاب في النيرفز ده كان يورايتس العين هيشتكي بايه؟ بين تقارن بين بين بدأ نتيجة توكسيك نيورايتس اوف ذا ايز اللي بين متفقين؟ كلام جميل جدا بين. طب ضرب مين كمان؟ ماسلز عندي التهاب في الماسلز مايوسايتس هيحصل ايه؟ هتبقى كونتراكشن على فكره التوكسيك فاكت بتبقى كونتراكشن كويس. عندي كام عضله في الايرس؟ اثنين مين ملتهب؟ الاثنين يحصل بقى مايوزز ولا ميدريزز؟ الاثنين ملتهبين يحصل ايه؟ مايوز ولا ميدريزز؟ هسألك سؤال خبيث على جنب كده لو واحد مات واحد مات بيوسع ولا ينتهي؟ بيوسع مش ساينز اوف جاز فاريتيشن صح؟ انا سؤال بقى لو واحد مات مين اللي مات؟ انهي عضله ماتت؟ خد وقتك الاثنين ماتوا صح؟ ليه وسع؟ اقوى كده عايز اقول لك حاجه بقى انا عايز اقول لك في حاجه اسمها دوميننس ابر هاند صح كده؟ اذا ما تموت توسع في مشكله دلوقتي في حاجه حصلت ايه؟ صح؟ لك ان تتخيل السفنكتر كلي 40 ضعف قوه للدايليتر. يعني ايه الكلام ده؟
يعني الاثنين دول ملتهبين صح؟ مين هيظهر جدا؟ سفنكتر واقوى بكتير. اكن دي كده سفنكتر ودي دايليتر. المنظر الطبيعي بتاعنا اهو عامل كده. ده قوي ده دومينانت. واصله مش واصله؟ فلما الاثنين يموتوا طالما في واحد قوي قوي واحد ضعيف قوي يتكلم بقوة القوي خالص. اما السفنكتر ميتت وساع ريلاكسيشن. فهمت حاجة؟ واصله مش واصله يا جماعة؟ خلاص كده؟ اللي انا قلته ده يبقى توكسيك مايوسايتس تعمل ايه بقى؟ مايوسز ولا امبريز؟ الاثنين ملتهبين الاثنين كونتراكتد دلوقتي. مين ابر هاند؟ مايوز. يبقى نتيجة توكسيك مايوسايتس يحصل مايوسز. نظرك واضح مش واضح؟ الاثنين ملتهبين. الاثنين ملتهبين. بس العضله المناطق دي هي سفنكتر اقوى بكتير. التهاب يعني توكسيك افكت بيشتغل سباسم يعني. فالاثنين ملتهبين والاثنين سباستيك. مين اقوى اصلا؟ السفنكتر اقوى. تاخد ابر هاند. بتبان اكتر. لما ده بيضايق شويه. لان القوي مات. لما القوي مات خد وضع بس ريلاكسيشن. كان في بتاع كان واحد بيزق 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 مات. في الاول بس في الاول بس يعني كانت تجيني سهله ولا لا؟ فاهم قصدي؟ قصدي افتكر الصوره اهو يعني انا واحد بين عمالين مش كده؟ طيب مايوز معايا؟ طب ما ليدي الستروما هطلع على السطح دلوقتي عايز اهو رجل كانت ملت ملت بس هنا صح؟ مليت 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 هطلع على السطح يبقى عندي ناس وديت صح؟ فاكرين ايس باترن وكولات وفاروس وكريبس هي باينه دلوقتي كويس؟ مش كويس عنده ايه عكس ايه يعني؟ بص على كده الايرس ممسوح كده. هيزي. يسموه عندنا مادي ايرس، لكنه مطين يعني. يبقى النصب ايرس باترن. اسمها عندنا النصب ايرس ايه؟ باترن او ايه اسمها عندنا في الدراع بتاعها يعني؟ مادي ايرس. سهله كده؟ لما مليت الاستروما وطلعت على السطح. واضح يا جماعه سهله كده؟ بالمناسبه ليه برضه بيحصل مايوزز؟ اصل الايرس عامل كده مش كده؟ طيب حد فاكر بس ماشيه ريتيال ولا سيركلر؟ برافو يعني بس جاي من هنا ميجر سيركل ماشي كده صح؟ طيب بس دي في الالتهاب كونجستد ولا مش كونجستد؟ يعني دي هتبني دم عملت ايرس هتفردو مش هي ماشيه ليه دي؟ هتبني دم هتفردو يبقى دي حصل ميوزز دي في حاجتين نتيجه توكسيك مايوسايتس اند مليت مين؟ الريديال بلاد فيسلز ففردت الايرس خلاص كده؟ كنت مليتها دي سهله؟ خش على السيري بادي السيري بادي فيها ايه بالستروما؟ فيها بالستروما زي بادي نيرفز لو ضربت النيرفز يحصل ايه؟ بين صح كده؟ بس لا رسمه ايه؟ ادي كورنيا وادي السكليرا وادي السكليرا بادي اهو وادي الايرس مين في دول ممكن اوصله بصباعي؟ ولا واحد بس مين لو دوست هنا كده دوست هنا كده في العين انا دايس عليه نسبيا السكليرا بادي مش هقدر اوصل الايرس ابدا صح كده؟ لكن لو دوست هنا في الحته دي ما هو الحته دي لان الحته دي انت مش واخد بالك منها العين اهي دي العين وادي الليمبس اهو وادي كورنيا صح كده؟ الحته دي مين؟ دي الحته دي صح؟ لو جبت صباعي كده رحت دايس هنا كده ما قالش ادوس على مين؟ سليري بادي ماله؟ وات ار ذا فيتشرز اوف انفلاميشن؟ هوتنس ايوه ريدنس ايوه سوينينج ايوه تندرنس فاللي عنده يوفيايتس نتيجه السايكلايتس دي هو لو دوس عايز تندر برضه بس مش هوصل لها انا وصلت لمين؟ للسايكلايتس دي فالدوسه دي تعالى اعمل كده بالظبط يقول لك الامتحان كوما تندر جلو فهمت قصدي كده؟ فهنا زودت كلمه بين وايه كمان؟ تندرنس بقت عين توجع توجع وبتدوسها توجع عشان سكت عايز واضحه كده في ماسل ماسل اسمها ايه سيري ماسل وظيفتها ايه اكوموديشن هو الاكوموديشن بيقوي العين ولا بيضعف العين بيقوي العين مين قوي المايوب ولا هايبرمتروب مايوب مين بيجيب الصوره الاول المايوب اللي دي بقت قويه اللي دي بقت قويه يعني حصل هنا ايه العضله اشتغلت ايوه اشتغلت سباس سباس صح توكسيك مثلا اول حاجه بقى سباستيك يعني اشتغلت اشتغلت يعني بقت قويه بقت قوية، هترجع من الصورة بدري؟ يعني عندي عاملة اكومديشن 24 ساعة. ربنا خلق اكومديشن امتى؟ بس من قريب، ده عامل قريب بس ولا ده 24 ساعة؟ يعني بقت عين قوية 24 ساعة، يعني قلب ايه؟ مايوب صح؟ أبر الرؤية ايه؟ تي؟ يبقى نتيجة التوكسيك مايسايتس اوف ذا ايريس يحصل مايوزس، متفقين؟ نتيجة التوكسيك فاكت اوف سايكلايتس على المصل تحصل مايوبيك شيفت. صحيح يبقى عامل شايف كويس بعيد، يقول لك بعيد مش واضحة. صح كده؟ يبقى عندنا حاجة مقارنة واضحة؟ مايوبيك شيب كويس رقم ثلاثة دي وقتها سهلة وصعبة أنا قلت مش واخد بالك أنا بدي السنس والساينس دلوقتي هديك بس حصل النهاردة بكرة نقولها إن شاء الله على بعضها دي سهلة كده مليت السروم على الآخر الحمد لله هطلع فين دلوقتي أنا؟ الكابيتس مش قلنا كده خش على الكابيتس هو إيه اللي قدام الأيرس ككافيتي؟ هتيجي شيمبر هتيجي تعرف ده في أول حاجة مالها سطح الأيرس هتيجي يخش على الشيمبر هنا سليري بودي هيضرب فين برضه؟
وسين شامبر اوربيتر يعني دي اللانزا اهي هيقدر من الحته دي لحته دي بعد كده هيطلع ايه والله القاعده بتاعتنا بيطلع اول حاجه بلازما بعدين يطلع سيل صح يلا طلع بروتينز نورمالي هنا في حاجه اسمها ذا بلاد ايكواس بارير انتوا عندكم في اول صف جلوكوما الباسلز دي الجنكشن بتاعتها محترمه الليبتين ده محترم جنكشن ليه مش اي حاجه في الدم تخش جوه العين صح انا عندي حاجز بين دم الجسم والايكوسيومر انا عايز ميه بس تخش بالجلوكوز صح مش اي حاجه طب عندي حاجه اسمها ذا بلاد ايكواس بارير فورم باي ذا انديوثيليال سيلز الجنكشنز بينهم بص لو شفت حاجه كده الانديوثيليال سيلز الجنكشنز بينهم كلام سهل كده البارير ده في الالتهاب اخباره ايه للجزمه الضرب يبتدي يطلع ايه بروتينز مش مطلوبه من الدم تخش فين الايكوسيومر صح فعملت بروتينز كتير بروتينز كتير بروتينز كتير ده طبيعي لا بقى كلير لا بقى الدنيا هنا معكره على الاخر صح كده المنظر ده اللي هيشك حلو حالا دلوقتي موضوع زاد عن كده كمان هيحصل كمان خلايا تطلع صح هنا وهنا شفنا كده كويس قوي يعني هيطلع حاجه اسمها ايه بلازما اند سيلز احنا نسميها ايه بقى اقول لك ذا انتير شيمبر ابتدي يحصل في حاجه اسمها فلير يعني هشرحها لنا دلوقتي اب تو بلازمويد ايكوس اظن اللفظ واضح يعني ايه بلازمويد بقى خلاص البروتينز هنا وهنا زي بعض اكن مفيش بارير اصلا اكنه بلازما خلاص كده واضحه ايه بقى الفلير دي بقى اشرحها لنا دلوقتي كمان شويه صغيرين بقى يطلع كمان ايه قلنا سيلز صح كده طب طلعت سيلز طلعت سيلز طلعت سيلز طلعت سيلز انت واقف دلوقتي السيلز اللي بتطلع بريمورفس على فكره صح يعني باس سيلز يعني الاخر اما طلع باس سيلز باس سيلز باس سيلز باس سيلز توقف كده ودي ميه في الاخر يحصل ايه هتتركد صح لو فتحت كده المنظر كالاتي بقى العيال عامله من قدام من كتر الخلايا طلعت كباس سيلز اتركدت تحت هنا كده اتعملت فلويد ليبل كده مليان اصفر كده عباره عن ايه دي باس سيلز والاصفر ده تحت ولا فوق يعني هايبو عباره عن باس هايبو بين يعني باس تحت فسميناها ايه الساين دي هايبوبين استحاله اشرح الكورنيا غير ما اشرح يوفيا صح ما الساينز اوف كيراتايتس اصلا ايه يوفيايز بس اشرح الكورنيا الاول ما ينفعش ولا زي ما خدنا في يوفيايز مش زي ما هناخد في يوفيايز صح ولا ايه واضح كده يعني ايه هايبو تحت باس صح ايه اللي حصل ده يعني دلوقتي في شيمبر حاجتين بروتينز اما زادت بقت بلازمويد وسيلز اما زادت بقت هايبوبين مش هيبقى كده بالظبط يبقى عندي ساينز اسمها كده فلير اند سيلز بلازمويد اند هايبوبين دي ساين اوف سيفيريتي معناها سيلز ايه؟ كترت ليه سموها فلير اند سيلز بقى؟ ليه سموها اسم فلير اند سيلز؟ مش عايز يسموها فلير اند فلوترز ليه سموها اللفظ ده؟ عشان تخيلها احنا بنحصل ازاي؟ عارفين السيت لامب؟ انا قدام دي بالظبط عشان ما اطولش عليك كده خلاص؟ احنا عندي احنا ايه كده اللي بقى؟ ما بقاش على بقي ده وبقف على كده؟ اشرح ده؟ هو لسه فاضل حاجه انا ما اطولش بس هشرح دي ويصعب عليها خلاص كده؟ نبقى فنها بس خلاص هتشوفها ازاي دي عارفين ست لامب؟ اه خلاص؟ ست لامب ده بيجيب ضوء في العين مش كده؟ الطبيعي لو جبت ازازه ميه دي ازازه ميه ازازه ميه عاديه ميه مش ميه كويسه مش بتاعتنا احنا مش عارفين فيها ميه كويسه وقف النور كده خليه كحل النور خالص دلوقتي خالص قف النور خالص دلوقتي هات ميه كده ازازه ميه كده اهو وهات توش حط توش ده على ازازه ميه كده اهو خلاص كده؟ الميه لونها ايه؟ فهمت حاجه؟ يعني دي ازازه اهي دي ازازه فيها ميه طلع من الدنيا خالص وهات نور توش اعملها كده بالازازه هتشوف الميه لونها ايه؟ حط حاجه اكتر بلاش هات ازاز ده ازاز وضرب الدنيا على الاخر هات تورش حط كده بالازاز ازاز لونه ايه؟ مفيش حاجه بكره هنتكلم بكره شفاف الترانسبيرنت بيعدي هو يخبط في حاجه؟ اه لو الميه معكره يخبط في حاجه بس لو قلنا لو الميه كويسه فقالوا اختم دي كده صورة سبق بس لو مش عارف اكتب صورة سبق دلوقتي صورة سبق كان في معجزة هنا هي كشفت عن ساقيها صح كده؟ ليه؟ هي شايفة مية هي شايفة مية صح كده؟ شايفة مية أنا مش عايز الكلمة توجعكم كشفت عن ساقيها يعني ساقيها رجليها كانت متغطية بدون تفاصيل تمام جدا خلاص؟ كشفت عن ساقيها صارت عاملة كده اتخضت ليه؟ كان في إزاز طب ما كانش باين ليه؟ فين الاعجاز؟ ان كان شفاف 100% ما بيحصلش في الحقيقه ده ما بيحصلش اي ازازه ربنا قدره محطوط اي ازازه كان عامله دلوقتي ماكسيمم 96% انت حتى الكورنيا مش شفافه؟ ده الكورنيا رمز الشفافيه كلها
96% شفاف. بدي انت بتشوفها عشان بشوف الكره بتاعتك، ما لو 100% شفاف انا اشوفها. لكن الاعجاز بالنسبه لها كده ازاي انا مش هضحك خالص حاجه ولا بتشاف الحاجه شفافه ما تبانش باللايت. انت مش انت قاعدين كده في التقاعد ايوه خالص. انا عايز اوريك خالص بقى اكمل عليها بكره. أنهي واحد ده؟